النشرة المسائية، أهلا بكم. مساء الخير. لا جديد في الموضوع الحكومي، وتدوير الحقائب لم يقطع شوطا، والتوزير فيما يتعلق باللقاء التشاوري يراوح مكانه، وعودة الوزير باسيل تحرك المياه الراكدة، فيما الرئيس الحريري ينشط في الاتصالات. وفي رأي أوساط سياسية أن المواقف التي سيدلي بها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ستكون مؤشرا للمسار الحكومي، وأيضا لمسار التطورات الإقليمية والتهويل الإسرائيلي بالحرب على لبنان. وقد ازدادت وتيرة تحليق طائرات الاستطلاع من دون طيار في أجواء لبنان، كما ارتفع عدد الغارات الجوية الإسرائيلية الوهمية على الجنوب اللبناني. وإذا كان من خبر محلي لبناني فهو أن مياه الشفا في البقاعين الأوسط والغربي غير صالحة للشرب، وفق نتائج تحليل مخبري للمركز الوطني التابع للجامعة اللبنانية. وفي شأن آخر، أعلنت شركة روزنفت أكبر منتج للنفط في روسيا أنها وقعت اتفاقا مع وزارة الطاقة اللبنانية لتولي إدارة مرفأ تخزين المنتجات النفطية اللبنانية لمدة 20 عاما. ويقع مرفأ التخزين في مدينة طرابلس، ثاني أكبر مدينة في لبنان. وفي تطورات المنطقة، انفجار سيارة مفخخة في دمشق من دون وقوع إصابات، وكانت سيارة ملغومة انفجرت في اللاذقية يوم الثلاثاء الفائت، ما أسفر عن مقتل وإصابة 14 شخصا. ويوم الأحد انفجرت عبوة ناسفة قرب العاصمة السورية دمشق أيضا. وإلى فنزويلا التي تغلي على وقع الانقسام الدولي بين مادورو وغوايدو، يعقد مجلس الأمن جلسة طارئة بعد غد لبحث التطورات. يزداد الوضع في فنزويلا اضطرابا في الشارع على وقع الانقسام الدولي الحاصل بين الاعتراف بزعيم المعارضة رئيس البرلمان خوان غوايدو رئيسا بالوكالة، والتمسك بنيكولاس مادورو رئيسا للبلاد. مساء الأربعاء اعتلى خوان غوايدو 35 عاما المنبر مؤديا القسم الرئاسي للتوصل إلى حكومة انتقالية وإجراء انتخابات حرة، وسرعان ما أعلنت واشنطن أنها تعترف به رئيسا، داعية الدول إلى أن تحذو حذوها لاعتبار مادورو رئيسا غير شرعيا. وهكذا فعل الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية وأيضا كندا وعدد من دول أمريكا الجنوبية. أما الاتحاد الأوروبي فكان أكثر دبلوماسية في موقفه، إذ قالت فيدريكا موغريني أن الاتحاد الأوروبي يدعم بشكل كامل الجمعية الوطنية أي البرلمان كمؤسسة منتخبة ديمقراطيا، ويجب استعادة سلطاتها واحترامها، لتعلن لاحقا بريطانيا صراحة أن مادورو ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. غدت هذه التطورات سارع مادورو إلى إعلان قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، وأمهل الدبلوماسيين الأمريكيين 72 ساعة لمغادرة البلاد. وهذا الأمر ردت عليه واشنطن بأن مادورو ليست لديه سلطة لقطع العلاقات الدبلوماسية معها. وحذر وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو مادورو من أي استخدام للقوة. وفيما دعا مادورو القوات إلى حفظ الأمن، أعلن وزير الدفاع الفنزويلي أن القوات المسلحة لا تعترف بزعيم المعارضة رئيسا للبلاد، ووصفت ما حصل بالانقلاب. المكسيك وروسيا وإيران والصين كانت من بين الدول التي عارضت واشنطن في الاعتراف بغوايدو رئيسا، وقد حذرت الخارجية الروسية الولايات المتحدة من مغبة التدخل العسكري في فنزويلا، مؤكدة على التحالف القائم بين روسيا وفنزويلا، واعتبرت أن التدخل الأمريكي مدخل لحمام دم في البلاد. فيما أعلنت الخارجية الإيرانية رفض التدخل الأمريكي في شؤون فنزويلا غير المشروع، كذلك صدر بيان مماثل عن الخارجية الصينية. أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز فدعا أمريكا إلى الحوار مع فنزويلا لضبط العلاقات المتدهورة. أهلا بكم من جديد. نقلت وكالة بلومبرغ عن أمير قطر أن قرار شراء سندات حكومية لبنانية ليس من أجل استقرار لبنان فقط، بل أيضا لاعتبارات استثمارية بحثة.
وزير المال علي حسن خليل أكد من القصر الجمهوري الالتزام بدفع الرواتب والسندات، والنائب كنعان يشير إلى الإيجابيات الاقتصادية للقمة العربية. الأوضاع المالية بعد تأخر إقرار موازنة العام 2019 واعتماد الانفاق على القاعدة الاثني عشرية، إضافة إلى موضوع الإصلاحات الذي سيكون في أولى الاهتمامات بعد تشكيل الحكومة الجديدة، أولاها رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون اهتماما في اجتماع عقده مع وزير المال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان في حضور المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شائر. الوزير خليل طمأن إلى أن الأمور بمجملها مريحة اليوم نتيجة ما أعلن عنه بعد القمة العربية الاقتصادية من استعدادات عدد من الدول للمساعدة والوقوف إلى جانب لبنان. هذا أمر بشجع وبيريح الأسواق بنفس القدر اللي لازم نكون حذرين ومنتبهين ومركزين على إعادة الحياة السياسية، على إعادة عمل مجلس الوزراء من خلال الإسراع بتشكيل الحكومة. إذا اتمعنا وقرينا بالتقرير الأخير لموديز بنشوف أنه التركيز بمعظمه على تشكيل هذه الحكومة اللي لازم تبدأ مباشرة بعد تشكيل مسار إصلاحي جديد نحن متفقين عليه. نحن كنا متفقين مع بعضنا البعض على أنه الأمور تبقى ماشي بالطريقة الصحيحة اللي بتضمن انتظام الدفع لكل المستحقين، خاصة ما يتعلق بالرواتب والأجور والسندات وغيرها. النائب كنعان طمأن أيضا اللبنانيين، وبنقدر نطمن اللبنانيين بأنه سيكون هنالك المخارج القانونية التي تؤمن استمرارية الدولة وكل ما يتصل إلى الموازنة وأنفاقها بصلة. اللي بعد الأمة العربية واللي هلأ انحكى عطى دفع كبير للبنان. نعرف أنه هنالك عدد من الدول أبدوا رغبتهم بالاكتتاب بسندات الخزينة اللبنانية، وفي هنالك أيضا أمور ستعلن تباعا مما يشجع على اعتبار أنه الثقة التي كانت شوي أربكت بالمرحلة السابقة نسبة للأزمة السياسية اللي عم نعيشها بدأنا نستعيدها شيئا فشيئا. وفي هذا السياق عرض الرئيس عون مع وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد الوزير نقولة تويني للإجراءات المتعلقة بمكافحة الفساد في ضوء ما تحقق حتى الآن في هذا الصدد والملفات التي أحيلت مؤخرا إلى المراجع القضائية والإدارية المعنية. وفي القصر الجمهوري الوزير والنائب السابق مخايل الظاهر، وكانت جولة أفق تناولت الأوضاع السياسية والمواضيع الوطنية والدستورية المطروحة. الرئيس عون تناول مع الوزير السابق كريم باكرادوني الأوضاع العامة في البلاد. الرئيس بيري رأى أن التصعيد الإسرائيلي يوجب علينا الإسراع في تأليف الحكومة، والتقى وفدا برلمانيا أردنيا ووفد السلك القنصلي. رئيس مجلس النواب نبيه بري رأى أن التصعيد الذي يقوم به العدو الإسرائيلي يوجب اليقظة والحذر، خصوصا ما يقوم به حول الجدار على الحدود، إضافة إلى الاعتداءات المتتالية على سوريا، ويستخدم من خلالها السماء اللبنانية للقصف على سوريا، وهذا خرق واضح لسيادتنا، مشيرا إلى أن كل هذا الذي يجري هو من الضرورات التي توجب علينا أن نسرع بتأليف الحكومة على الأقل لكي تقوم بما عليها في اتجاه مجلس الأمن والمجتمع الدولي، وكذلك بالنسبة إلى الاتصالات الدبلوماسية العربية والدولية، خصوصا أن ما يجري ليس اعتداء عاديا بل هناك حديث عن حرب إقليمية. وكشف الرئيس بري بأنه أثار هذا الموضوع مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية الذي أكد أن بلاده تؤازر الجيش اللبناني، فرد الرئيس بري بالقول تستطيعون أن تؤازروه أكثر بحمل إسرائيل على وقف اعتداءاتها ووقف خرقها للسيادة اللبنانية. من جهة ثانية كان الرئيس بري قد التقى السلك القنصلي برئاسة عميده جوزيف حبيس للتهنئة بالعام الجديد، وكانت مناسبة شرح فيها الرئيس بري الأوضاع والتطورات الراهنة. وألقى حبيس باسم أعضاء السلك القنصلي كلمة أشاد فيها بمواقف ودور الرئيس بري على رأس السلطة التشريعية وعلى الصعيد الوطني،
وأضاف: نحن ننظر إليكم وإلى المجلس النيابي الكريم وكلنا ثقة بأنكم في المرحلة المقبلة وبعد تشكيل الحكومة العتيدة التي طال انتظارها ستطلقون ورشة عمل تشريعية تحقق الأمال المعقودة على نواب الوطن الذين يمثلون اليوم أكثر من أي وقت مضى مختلف الشرائح اللبنانية نتيجة الانتخابات الأخيرة التي جرت وفق قانون النسبية. الرئيس بري التقى وفدا برلمانيا أردنيا وجرى عرض للعلاقات الثنائية والتعاون البرلماني وللتطورات الراهنة في المنطقة. على صعيد آخر، تلقى الرئيس بري برقيتي الشكر جوابيتين من خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ردا على تعزيته بوفاة الأمير طلال بن عبد العزيز. رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري غادر لبنان متوجها إلى باريس في زيارة عائلية قصيرة. وفي نشاط بيت الوسط، الرئيس الحريري التقى سفير المصري نزيه النجاري الذي شدد على حرص مصر على عدم التدخل في مسألة تأليف الحكومة لأنها مسألة داخلية، مشيرا إلى أن ما يهم بلاده هو استقرار لبنان، متمنيا على كل الفرقاء السعي إلى تأليف الحكومة اللبنانية لمصلحة لبنان واستقراره. كما التقى الرئيس الحريري النائب السابق محمد قباني الذي قدم إليه مشروع هيئة إدارة مخاطر الكوارث. الوزير جبران باسيل يعرب عن الأمل بمبادرة المملكة العربية السعودية إلى ما يفيد اقتصاد لبنان، مثنيا على تصريح وزير المال السعودي، وقال إن مبادرتها تحفز وتشجع دولا خليجية أخرى. والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل على موقف وزير المالية السعودي محمد الجدعان، مؤكدا أن تصريحه يختزن إشارات إيجابية تجاه لبنان. وأوضح باسيل في حوار مع المستقبل من دافوس أن مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي انعقد هناك أتت بعد انعقاد قمة بيروت العربية التنموية من أجل التواصل مع الدول لإنجاح مشاريع سادر والحفاظ على استقرار لبنان في إطار اتصالاته كوزير للخارجية لتصحيح الصورة عن الوضع الاقتصادي في لبنان ولتشجيع الدول على مساندته سياسيا واقتصاديا والاكتتاب في سندات الخزينة اللبنانية. وقال: كنت قد بادرت واتصلت بدول عدة للغاية عينها، ولدينا أمل كبير بأن المملكة العربية السعودية ستقوم بدورها الذي لطالما اعتدنا عليه بمساعدة لبنان. وأردف مضيفا: لبنان لم يقطع علاقته بأي دولة بل نتواصل مع الجميع، فكيف بالمملكة العربية السعودية التي نتوجه إليها ونطلب انخراطها أكثر في مساعدة لبنان وعدم الانكفاء عنه، سواء عبر سندات الخزينة أو رفع الحظر عن السفر إليه أو عبر أي مشاركة ثنائية أو متعددة الأطراف. وردا على سؤال أجاب باسيل: ما نطلبه هو استثمار مربح للدول وفي الوقت عينه إشارة ثقة بلبنان، ولذلك نأمل من المملكة العربية السعودية المبادرة بما يفيد لبنان واقتصاده، فمبادرتها تحفز وتشجع دولا خليجية أخرى على أن تحذو حذوها. رد المكتب الإعلامي للوزير جبران باسيل على المقال الذي نشرته صحيفة الديار ومفاده أن باسيل سيحصل على عمولة 50 مليون دولار من الهبة القطرية لشراء سندات الخزينة. وشدد المكتب الإعلامي على عدم صحة هذه الأخبار إطلاقا، وأعلن أن شكوى جزائية ستقدم غدا بحق مطلقي ومروجي هذه الإشاعات. اللجان المشتركة في مجلس النواب بحثت مشاريع واقتراحات قوانين، بينها مشروع القانون الرامي لإعطاء وزارة المال سلفة للتعويض على أصحاب الحقوق المتوجبة على الجمعية التعاونية الاستهلاكية والإنتاجية في لبنان، واقتراح قانون يرمي إلى إنشاء محمية حرش بيروت الطبيعية. وقد حدد نائب رئيس المجلس إليل فرزلي مواعيد لمتابعة هذه المشاريع قبل السبت وإحالتها على الجلسة العامة. الفرزلي أعلن أنه تم تأجيل جلسة اللجان النيابية المشتركة إلى 7 شباط لدرس اقتراح قانون شهادة الضمانة العقارية. تقرر عقد جلسة ب7 شباط وحيث يتم استدعاء مصرف لبنان، وزارة العدل، مديرية العامة للشؤون العقارية، جمعية المصارف، حيث سيتم دراسة القانون سواء من حيث أسبابه الموجبة وأهميته أو من حيث البدء بدراسته مادة والمآخذ الموجودة أو المحاذير أو المخاطر إذا صح التعبير على ما قد يترتب على هذا القانون من نتائج، باعتباره أنه هذا قانون جديد جاي على الساحة ولكن أيضا إيجابياته واضحة بالنسبة للساحة الاقتصادية والمالية بلبنان.
فأجلت الجلسة إلى 7 شباط لدراسة هذا القانون، وإلى الأسبوع القادم لدراسة قانون المتعلق بالتعاونيات الاستهلاكية. وأعطيت اللجنة الفرعية المتعلقة بحماية حرش بيروت مدة 15 يوم برئاسة السيد فؤاد مخزومي، وشكرا لكم. انطلاق قوافل النازحين من المناطق برعاية الأمن العام باتجاه معبري العبودية والمصنع. ضمن الجهود الكبيرة التي تقوم بها المديرية العامة للأمن العام واستكمالا لخطة عودة النازحين السوريين في إطار عودتهم الطوعية والآمنة إلى بلدهم، دفعة جديدة من النازحين السوريين وهي الأولى هذا العام تغادر الأراضي اللبنانية عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين. ففي صيدا تجمع النازحون في ملعب صيدا البلدي متوجهين إلى بلدهم بعد إتمام جميع الإجراءات الرسمية التي تجريها مديرية الأمن العام، وأشرف على عملية التنظيم رئيس المكتب الإقليمي للأمن العام في الجنوب المقدم علي قطيش، إضافة إلى مجموعة من الضباط والعناصر. في طرابلس انطلقت قافلة جديدة من داخل معرض رشيد كرام الدولي وسط اقبال ملحوظ ورغبة المزيد بالمغادرة، وسجل تنويه بجهود الامن العام ورغبة الدولة اللبنانية بتوفير حقوقهم الانسانية في لبنان وحتى لحظة العودة. العقيد خطار نصر الدين رئيس شعبة المعلومات في الامن العام في الشمال اكد انه على الرغم من كل الضغوطات يوفر جهاز الامن العام العودة الكريمة، لافتا الى ان عملية العودة مستمرة وهذا بفضل توجيهات اللواء عباس ابراهيم. في النبطية تجمهر النازحون العائدون الى ديارهم في مركز كامل يوسف جابر الثقافي في النبطية، حيث تم استقبالهم وفق لوائح اسمية اعدها الامن العام. فيما تابع احوال النازحين الصحية والاجتماعية ممثلون عن المفوضية العليا للاجئين وعدد من ممثلي المنظمات المحلية والدولية. وقعت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على خطة عمل سنوية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بهدف تعزيز التعاون القائم بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء ومكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي. خرجت تظاهرات في عدد من المدن السودانية بينها العاصمة الخرطوم، وقد أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المحتجين. وأخبار من العالم في هذا الشريط. أعلنت شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات نجاح سيارة طائرة ذاتية القيادة في أول رحلة تجريبية لها. وقال موقع بلومبرغ إن سيارة طائرة قادرة على حمل الركاب والطيران بهم فوق شوارع المدن المزدحمة والمرور بجانب ناطحات السحاب. وأوضحت بوينغ أن مهندسي الشركة سيواصلون التقدم في الاختبارات والرحلات التجريبية من أجل نظام بيئي آمن ومستدام. قام باحثون من كلية الطب بجامعة بيتسبرغ بتصنيع الفئران المدمنين على الكوكايين من خلال إعطائهم جرعة من الكوكايين في كل مرة ضغطت فيها الجرذان على الرافعة. وقام الفريق بدراسة تسجيلات كهربائية من أنسجة دماغ الفئران، ووجدوا روابط أساسية بين نواة الجينات الوراثية الوسطى واللوزة الجانبية، وخلقت هذه الروابط ذكريات التي ارتبطت بالكوكايين المرتفع بمنبهات خارجية. ثم استخدم الفريق تقنية أوبتوجينيتكس لمحو الذكريات المتعلقة باستخدام الكوكايين. وتستخدم تقنية أوبتوجينيتكس الضوء لتغيير سلوك الخلية، فهي تسمح للعلماء بتحويل الخلايا العصبية أو إيقافها بشكل انتقائي. وإلى الصفحة الرياضية مع الزميل داني حرب. وصل جيمس هاردن نجم هيوستن روكيتس كتابة التاريخ بعدما حقق رقما قياسيا بتسجيل 61 نقطة خلال الفوز 114 مقابل 110 على نيويورك نيكس في السلة الأمريكية للمحترفين، وهذا أعلى رصيد له من النقاط هذا الموسم، فعادل رقم كوبي براينت الذي سجله عام 2009 مع ليكرز. ترك نيمار نجم بي اس جي الملعب باكيا بعد معاناته من إصابة محتملة في الكحل الأيمن خلال الفوز 2-0 على ستراسبور في الدور 32 بكأس فرنسا لكرة القدم، وغادر اللاعب البرازيلي الملعب بعد مرور ساعة على اللعب. ستخوض بيترا كفيتوفا أول نهائي لها في البطولات الأربع الكبرى في 5 سنوات بعدما وضعت حدا لمغامرة الأمريكية غير المصنفة دانيال كولينز وتفوقت عليها 7-6 و6-0 وسط أجواء شديدة الحرارة في ملبورن بارك. وكانت توقفت المباراة في المجموعة الأولى في ملعب رود لافر مع إغلاق سقف الملعب بسبب الحر، كما شهدت حظوظ حطل
في جهاز الاستشعار بالشبكة في بداية المجموعة الثانية لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، مما أغضب كولينز وأفقدها تركيزها. ختاما، جرى مساء اليوم سحب اليانصيب الوطني اللبناني، وقد ربحت الجائزة الكبرى 75 مليون ليرة، الورقة التي تحمل الرقم 24025، بعد أن أعيد السحب، وألف مبروك للرابحين. ختاما، شكرا لكم على حسن المتابعة. أنا ألقاكم في النشرة الأخيرة، إلى اللقاء.